شونديدي كان مهووسا بالأميرين ويليام وهاري، صورة تكشف ما حصل بعد أن دعاهما لحفلته المشبوهة. عاد اسم المغني العالمي شونديدي ليتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد التصاق اسمه باسم الأمير البريطاني هاري وشقيقه الأمير ويليام. فما القصة؟ في التفاصيل، كشفت مجلة بيبل العالمية أن نجم الراب المثير للجدل شون دي دي كومبس، والذي يتواجد حاليا بالسجن بتهمة الإتجار بالبشر وإقامة حفلات مشبوهة، كان من كبار المعجبين بالأمير ويليام وشقيقه الأصغر الأمير هاري، إلا أن الثنائي رفضا قبول أي من دعواته لحضور الحفلات. وبهذا الخصوص قال روب شوتر، الذي عمل سابقا كمسؤول علاقات عمل شونديدي بين عامي 2002 و2004 لبي بي سي نيوز، إنه طلب منه الاتصال بالأمير ويليام 42 عاما وشقيقه هاري 40 عاما لدعوتهما إلى حفلات ما يقارب 10 مرات. Now Prince Harry has been named in a $30 million lawsuit against the hip. وأكدت المجلة أنه بالرغم من إصرار ديدي لم يقبل أفراد العائلة المالكة الدعوات مطلقاً، على الرغم من أنه عرض تغطية تكاليف سفرهما وإقامتهما وحتى دفع تكاليف أمنهما. وقال شوتر، كان ديدي مهووساً بالأمير هاري والأمير ويليام، حيث كان يعتبر نفسه ملكاً، لذا فمن المنطقي تماماً أن يرغب في وجود أميرين ضمن حاشيته. وأضاف، لم يقبلا الدعوات مطلقاً ولم يكونا جزءاً من عالمه أبداً. وأردف شوتر أن مغني الراب الذي يتواجد خلف القضبان في مركز احتجاز متروبوليتن في بروكلين احتفظ بصور للأمير تشارلز وديوك ساسكس في شقته في نيويورك. والجدير بالذكر أن ديدي يواجه تهمة الإتجار بالجنس والابتزاز وممارسة الدعارة، إلى جانب إقامة حفلات مثيرة للجدل وتتضمن تصرفات غريبة. وقد اتهم مؤسس شركة باد بوي ريكوردز في لائحة الاتهام بتنظيم حفلات جنسية، والتي يقول المدعوون أنها كانت عروضاً جنسية منظمة للغاية. وزعم المدعون أن كومبوس أجبر النساء على المشاركة فيها مع عاملين في مجال الجنس من الذكور. Want to get Prince William and Prince Harry to a diddy party. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.